قصف مدفعي من حواجز النظام على مدينة اللطام من البريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد. 12/2/2018 قصف مدفعي من حواجز النظام على مدينة اللطام من البريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد. 12/2/2018 قصف مدفعي من حواجز النظام على مدينة اللطام من البريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد. 12/2/2018 قصف مدفعي من حواجز النظام على مدينة اللطام البريف حماة الشمالي، والدخان تصاعد. 12/2/2018